السلام عليكم. شكرا شدا على هذا التقديم، وأقول للحضور مرحبا بكم، وأشكر الجمعية على هذه الاستضافة. طبعا أنا احترت كثير يعني باش نبدأ المداخلة تاعي، كيفاه نبدأها؟ وطبعا أنا متخصص في مجال الاستثمار ومجال المقاولاتية، وعندي فكرة يعني من خلال يعني فكرة المشروع هذا تيدكس، عندي فكرة يعني أؤمن بها كثير، وهي ممكن السياحة عنصر من عناصر هذه الفكرة اللي حبيت نتكلم فيها مع ونشارك بها الحضور الكريم والطلبة الأعزاء. طبعا ممكن أنا أطرح سؤال في البداية. تعرفوا دولة تنزانيا؟ وش تعرفوا عليها مثلا؟ هل تقدروا تديروا لها مقارنة بالجزائر؟ طبعا ماشي تكلم على كرة القدم، ربحناهم 7 على بالي، لكن هل تعرفوا أنه تنزانيا أحسن من الجزائر في الكثير من المؤشرات الدولية؟ أيضا زيمبابوي، ايضا اثيوبيا. وطبعا لماذا نحن في الجزائر الشيء او الاعتقاد الراسخ انه احنا دوله ناميه او دوله في طريق النمو، ولكن يعني هذا الكلام فيه يعني باعتبار التخصص تاعي فيه بعض المفارقه يعني الغير دقيقه او الكلام غير دقيق. الشيء اللي لازم نعرفوه انه انتهى عهد البترول، يعني هذه الفكره اللي حبيت نوصلها، انتهى عهد البترول. وكما شعار هذا اليوم اللي هو غدا يبدا اليوم، لكن غدا يبدا اليوم بماذا؟ غدا يبدا اليوم بالعمل اولا وقبل كل شيء، العمل في جميع المجالات، كل المجالات في الجزائر مفتوحه للنشاط الاقتصادي، خاصه قطاعين اساسيين والان رانا نتكلموا عليهم كثير هما الفلاحه والسياحه. طبعا انا مداخلتي راح نتكلم عن السياحه بالدرجه الاولى، لكن طبعا راح نتكلم عن السياحه ولكن هناك الكثير من المجال. انا بحثت في هذا المجال يعني في مجال السياحه في الجزائر وفي ورقلة، وطبعا طبيعه النشاط السياحي في ورقلة، ولكن يعني أتكلم على هذا الموضوع بشيء من الحسرة. مع كل الإمكانيات السياحية اللي عندنا في الجزائر وفي ورقلة، ولكن للأسف، طبعا ما نشرح للأسف، ولكن راح نبدأ ونتكلموا عن السياحة. ما هي السياحة أول؟ طبعا السياحة هو انتقال شخص يعني إلى أو ترحال شخص إلى مكان آخر بشكل يعني بصفة مؤقتة لعدة أيام، ثم طبعا هناك العديد من المجالات التي تحكم او الكثير من العناصر التي تحكم مجال السياحه، من بينها وجود معالم سياحيه، وجود اتصالات والنقل، وجود تكنولوجيا وغيرها. هذه العناصر كلها تؤدي بالاشخاص الى الترحال من منطقه الى اخرى، سواء كانت داخليه او خارجيه. الان طبعا احنا في الجزائر ولا في ورقلة، الامكانيات السياحيه طبعا مانيش لا يمكن انه نقول لكم مش عندنا في السياحة في الجزائر ولا في ورقلة، ونقدر نديروا مقارنة بسيطة بين الجزائر والدول اللي هي جيران، ونشوفوا أنه الصحراء عندنا ما شاء الله شاسعة. مثلا خلينا نتخصص ونتكلم على ورقلة بالدرجة الأولى، يعني في ورقلة عندنا صحراء شاسعة، وأنا شخصيا طبعا باعتبار أنه أنا ولد ورقلة ما كنتش نعرف قيمة الصحراء إلا عندما صدفتني يعني فرصة أنه كان عندنا ملتقى، وجاونا يعني بعض الأشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية، ديناهم حنا نقول ديناهم سيدي خويلد باش يشوفوا الصحراء، يعني باعتبار أنه يعني هذه هي المنطقة اللي ممكن يشوفوا، ولكن صراحة انبهروا بشكل كبير، يعني استغربوا جمال هذه الطبيعة. و أنا يعني بدأت تطرح أمامي العديد من علامات الاستفهام،
علاه ما قدرناش نستغلوا هذه الامكانيات السياحيه في الترويج او في الاشهار والقيام بصناعه سياحيه يعني قادره على انها تحقق الاهداف؟ ما هي الاهداف السياحه؟ السياحه هذه علاه؟ هذا هو السؤال. طبعا السياحه عندها الكثير من العوائد للاقتصاد. بالدرجه الاولى السياحه دخلنا العمله الصعبه ولا العمله الاجنبيه. دائما احنا رانا نسالوا الان علاه عمله الدينار راهي طايحه يعني لماذا؟ طبعا بالدرجه الاولى لانه ما كانش طلب على العمله الجزائريه. شكون اللي راه يشري الدينار الجزائري؟ طبعا الدينار الجزائري يشريه السائح اللي يجي للجزائر او اللي راح يشري سلعه جزائريه. احنا مع يعني السياحه لحد الان مازال ما قدرناش نروجوا لها بحيث يصبح هناك طلب على المنتوج السياحي الجزائري. وايضا نفس الشيء بالنسبه للعناصر الاخرى يعني الفلاحه وغيرها من الامور اللي مرتبطه بالاقتصاد. الحاجه الثانيه بالنسبه للسياحه هي احد وسائل تحقيق التوازن الاقتصادي داخل البلد. شو معنى تحقيق توازن اقتصادي؟ معناها عندما نكون قادرين على وضع صناعة سياحية في منطقة معينة مثلا في منطقة ورقلة قادرين على أنه نجذب الانتباه على أنه ورقلة كما رانا نتكلموا عليها هي عاصمة الجنوب الشرقي أو يعني هي قطب سياحي في الجزائر، وبذلك تصبح طبعا هناك تواجد كبير ممكن الإدارات العمومية بالنسبة لبعض القطاعات بالنسبة للمنتجعات وغيرها، وهذا يعني يصبح حتى يعني نزوح من بعض المناطق الأخرى إلى منطقة ورقلة كقطب سياحي وقطب اقتصادي وقطب صناعي قادر على أنه يحقق تنمية. السياحة أيضا تخلق مناصب شغل، وإحنا قضية التشغيل في الجزائر مشكلة كل سنة نتكلم عليها كيف نحقق مناصب شغل. طبعا السياحة تخلق مناصب شغل لأنه عندما تكون أو عندما تدير صناعة سياحية في منطقة معينة لازمك يد عاملة في الفنادق وغيرها من المنتجعات السياحية، لازمك صناعة سياحية متعلقة بمثلا الصناعات التقليدية وغيرها. طبعا النقطة هذه ادتنا كلمة الصناعات التقليدية. الصناعات التقليدية هي طبعا في ورقلة احنا كلنا نعرفه وحتى في الجزائر كلكم تعرفوا انه في السابق ممكن كاين كثير منكم عنده جداته ولا ما على باليش انا حناته ولا اي شخص اخر كان يقوم بالطرز، كان يقوم بصناعه الزرابي والاواني الفخاريه وغيرها، وهذه كلها صناعه سياحيه لكن ما قدرناش نستغلوها ونروجوا لها وبدينا نتخلاو العكس، يعني بدينا نتخلاو على هذه الامور وبدينا نستوردوا فيها يعني من اماكن اخرى، ويعني وهذا مشكل يعني بالنسبه للصناعه السياحيه. طبعا هذه كلها ما يمكن انه نتحصلوا عليه من خلال السياحه، ولكن طبعا الاشكال انه كل هذه الاهميه احنا نعرفوها ولكن ما قدرناش نستغلوا بها. لذلك انا بديت بكلمه يعني مقتنع بها انه انتهى عهد البترول، ما عدناش نتكلموا على المؤسسات البتروليه وغيرها، لازم نتكلموا على الصناعه الصغيره بما فيها السياحه وما يرتبط بها، لانه عندما نتكلم على السياحه نتكلم على الكثير من الامور اللي تخدم النشاط السياحي، من بينها الفندقه، من بينها الاطعام، من بينها ما يسمى بالصناعه التقليديه، من بينها ما يسمى ايضا التراث اللامادي. عندنا مثلا في ورقلة عندنا قصر ورقلة مثلا فيه تراث لامادي كبير جدا، ما يسمى بالعرس الورقلي، ما الصناعة الورقلية وغيرها. هذه الأمور كلها يمكن أن نسوق لها بحيث تصبح أو تقدر على استقطاب السياحة، بحيث هذه السياحة طبعا بالإضافة إلى هذه الأمور هناك ما يسمى طبعا السياحة الصحراوية يعني الرمال والجمال وغيرها. هذه الأمور كلها معناها ممكن أنه إذا كان قدرنا نسوق لها. الآن إشكالية السياحة في الجزائر هي إشكالية التسويق للمنتوج السياحي، لأنه الإمكانيات لا خلاف على أنه هناك إمكانيات سياحية في الجزائر
كبيرة جدا، خاصة إذا كان قارناها بالدول القريبة. ولكن الإشكالية المطروحة هي كيفاه نقدر نديروا التسويق للنشاط السياحي، وهذا الشيء اللي لازم نعملوا عليه. طبعا التسويق للنشاط السياحي لازم نبدأه من القاعدة، لأنه عندما نفرضوا على المجتمع أنه هناك منتوج سياحي يستحق الترويج له ويستحق المتابعة ويستحق الانتباه، هنا راح نشوفوا أنه راح يكون هناك يعني دخول للكثير من السواح، سواء من داخل الوطن ولا من خارج الوطن. وهذا الشيء طبعا كان في السابق، وأنا يعني لاحظت هذا الأمر، وإلى غاية اليوم يعني في العطل مثلا كما العطلة هذه تلاحظوا أنه هناك الكثير من السواح يعني يجوا من خارج ولاية ورقلة، يجوا لورقلة اللي هناك يعني بعض الإمكانيات، ولكن فقط تحتاج إلى تثمين وتحتاج إلى تسويق وترويج حتى نحقق الأهداف التي جاءت أو التي ممكن أن نتحصل عليها من خلال الترويج للنشاط السياحي في منطقة ورقلة. وشكرا على الاستماع.